حالك عساك طيب، اه عسى ما تعد خلاف يا عم. ايه كفيت منه، عطنا القهوة والكواب عطنا. لازم يلا يا ابوك يلا. لازم ايه عطناها يا ابوك، ابو صالح جاي من الحين. ابشر ابشر يا عم. ابو صالح عينته، صلينا في العصر ولا عجع. ابو صالح ابو صالح حول لا قوة الا بالله، كل يكبر يكبر عقله الا ابو صالح، هذا يكبر ويصغر عقله. يا الله ان الله يختم لنا بخير. اسحب الطاولة، ها اسحب الطاولة، اسحبها. ها لا نص مقيا. ايش تقول؟ ها انت على نفسك في راس خشمك. والله الجيل اللي ما يسد اللزوم، جيل نمحق. تقول يا عم مرحبا بكم، اسهل. خنز نفسك يا ولدي، خنز نفسك. الله يحييك، تحايا المطريان. خليت فيها تحايا. تقول اي انت على عبد الرحمن بن محمد؟ لا على محمد بن عواد. ها انت وحيني ايه خلاص، انت من انت عليه؟ على محمد بن عواد. ونعم ما عليك زود. وش يصير لك ذاك اللي ادوخنا في برنامج الاستديو واللي يسوي الخواضه؟ انت خابره. لا ما نلقوا يا ابوك، قم اقربها لي يا ابوك، انا مسمي الركب والظهر وعندي امور واجد. اقربها اقربها لي. ابو صالح تدري وش يسوي يا عم؟ وش يسوي؟ شوف طاولتي، ايه يجلس تحت وينقز فوق من العريك ومن السمن. ابو صالح قم العريكه وقم السمن والبر، انا ماني بريحه. قابل سألت انك مسوي التكميم. لا مسوي عملية مفركب وانت خابر عقب ذيك السنين، وانا خبر طياشة هي مرمحتني يا مالك من عقبها وانا مخالف العافية. جاي ربي يسقي. ها؟ جاي ربي يسقي. يسقي ايش؟ ذيك الايام ماني بناسيها. ها؟ ذيك الايام ماني بناسيها. ايه ما توحي انت، الله يجيك الصنك. ها؟ ايه كلمت الشينة تسمع، كلمت الزينة ما تسمع. مرحبا بك يا عم، مرحبا بك. اي مرحبا. مرحبا بك يا عم، مرحبا. هلا من العلاجات ومن الدنيا، حتى شعر وجهي طاح وانت ما تعرف تقول. قم عطني ما قم. ابشر ابشر. وشوف لي ابو صالح وينه. اهي بيجي. يا ابو صالح. ابو صالح مرحبا. هذا من هو؟ هذا بعد ابو صالح. لا ما هذا ابو ولد ابو صالح، ما عواله بيضاء عن حمران. هذا ضارين على الحلال وضارين. لا ولد ابو صالح. انت من وين انت ولده؟ ولد ابو صالح. ولد ابو صالح؟ ايه. ابوك وين؟ بيجي. تعال تعال اجلس هنا يا ابوك تعال. انت من؟ وش يقول؟ قرب قرب ما يسمعك زين، قرب. تعال ماني بسمعك، تعال قرب وتعال عند اذن. انت من؟ انا؟ ايه ابو صالح عواله مرتبين وصاحين، هذا على عيونه تقعد احنا. والله ما ادري تلقى من بني خيه ولا من 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 انت ولد ابو صالح؟ ايه اجلس اجلس يا ابوك اجلس، الله يضع فيك البركه. ابوك وين؟ الله يبارك فيك. ابوك وين؟ قريب بيجي. يا ابو صالح خلاص بيجي. اقلط يا ابو صالح. تعال ابوي. انت ما تستحي يمكن تقلط. تعال ابوي. تجي قبل ابوك. مرحبا ومساء. يا هلا يا ابو صالح. السلام عليكم. سلام يا الله حيه. كيف انتم؟
كم 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 ترى اللي رحت له كم كم عنز عمك وجيب لي دبت ما على طريق انا صغرت عنز عمك عنز عليه عنز عليه يا عنز كيف حالك انت كنت عند ولي خليه يجي سنيو عندك ولا انا رب عندهم خليه يجي جنبينا فقاركم ميري عطني ماي ابوك عطني ماي اجيب اشحلك ابي تحطوني شيء العين اخش يلا الله يجعل وقتهم ولو تعال تعال ابو صالح يا مرحبا ومسهلا علي مرحبا ومسهلا احنا قلنا نصلي العصر وانت قهوه في المجلس ولا حاجه ابو صالح كيف انت الله يبقيك كيف انت يا ابوك الله يمسيك بالخير كيف انت سلمت ساك طيب طيب يجي لك طيب شلون صحة شو ما طبنا الورع هذا ما قب صب النقاهة صب النقاهة إيش هذا الورع هذا يقوم يصبها أنا ضيوف عندك عود المسامير ركب عندي ما إحنا عندكم نضيف أنا يا أبو الورع هذا يومك تجينا في مجلسي عام إيه صح ذك ذيك السنة أنت خابر يوم الحن إيه الله يصلح جاب لي سلام سلام صب صب قهوة لعمك أبو صالح حارة ما هي بزين ما يستاهل يا عم هو انت ما عندك ثلاجة صب لي انت خابر ذيك السنة يوم اني تهوشت انا وياك عقبها تهوشنا عشان البير عقبها بدا انك انت ابى اعلمك انك انت سالفة تنزل البلا وانعم يا ابوي انت خابر ما عليك منه والله لا دقدق لحية والله يا ذيك السنة والله يلا يجعلك سلام والله اني بغيت اهبها في البيت يلا يجعلك الطرم يلا انت خابر برنامج الاستديو يلا يمكننا نتابعه السلام عليكم عليكم السلام انت خابره ايش سووا فيه في واحدنا مقلوع ما تقضب اهل الارض العجمي ذاك ايه يا طيب طيب هذاك نادر نادر اربى قد ما هب يا وجد هلا يا مات هذا حي ينزل ابشرك ابشرك نمر انت خابره الثلاث اللي يصيرون كذا 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 وين طلعوهم في فلاش باك ايه ثلاثتين عليهم قول صح الله يصلح شانهم ايه اتخبر ذاك اللي دائما يلبس اصفر فاصفر اصفر فاصفر ايه بقومي ذا فاصفر فاصفر ايه يلبس فاصفر فاصفر ونعم والشاعر الطيب الجزل ذاك شو اسمه؟ ما هو بن عشق ما بحوفك عشان اسلك لك وضحك جزل راسك عشان اضحك يعني إيه. بس سامع عشق شعر الجزل المبدع والبلا ذاك العود التربيل ذاك شو اسمه؟ عون لا لا الرجال الطويل الكويتي ايه هالكويتي والله من طيب الراس ذاك اللي يفلم يفلم في كل البرايمات يفلم ايه يا طيبه طيبه قول له يحب النقاط قول له واحد يحب النقاط وفيه واحد تخبر ذاك اللي يلقط 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 في النقاط يلقط كلهم هم يلقطوا كلهم يلقطوا 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 هو منهم شبيه الولدي لا خلنا ناخذ علوم البرنامج البرنامج والله انا طيب 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 قالوا لي انهم انا اطلع علمي سلموا الشيخة واحد قال له سلمان ايه ها هو ما زاد قصر يا هب العوار يجمعهم الله يعطيهم من ذل الحلاوة يصلح شأن العصيرات أربى هبالك يا ولدي ما هبالك ما أعطاني شيء نقدها الله شيخ على ما هو بساس لا تحاول أنك يعني تراه من الجماعات هبالك عصير لا الله ينقده يا مرتنا أنت يا أبوك أنت ما شاركت فيه لا يا ولد لا يا ابوك اه انت شاركت فيه لا يقول لا رجال عليه يقول له صح انا الشاهد ذي ما عاد يقطب شوف عنده اللي يادر اللي يادر ايش صار عليهم ها اللي يادر ايش فيهم ايش صار عليهم ها قالوا لي ان جميله تخلى عن الليدر ايه ثم راح الليدر الثاني ايه ثم طردوه من البليغرو ايه حياة الفلس وهو ما يستاهل ابونا الكلام ما هو بهنا ايه الكلام انا بعلمك انت اسلم اريتك يا اخوي الرجال ذاك اللي ما يجيهم الا يعطيهم قرارهم ثم يروح ايه شو اسمه ابو تركي تركي الدوسري ابو سلطان تركي الدوسري ابو سلطان هو عاده موجود تراني سميت الولد ذا لا ما هو ذي خو 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 بأمري عنك الله يرحمه والديك
الله يطول عمره. اخوه الثاني سميته علي. شوف كيف علاقة الولد وابوه وانت ما تجي جنبي. يلا هجي لك. او ذي نماك ذي؟ ايه نما يمر مسخن اليوم اسلم. اذا نماك ولا ابوك ذا؟ هي كلها تركب اسلم. من قال يا اسلم سميت نماي عليه تركي. والله يستاهل. يستاهل ابو سلطان. بس. ربى يهب لنا ذا اليوم انقاط ولا بكره. ايه انا يوم جاء ذاك اليوم واحمل في التريله 40 قعود وانا اروح اصوب بله. القهوه ذي من يسواها؟ ما انا بداري، هذه امك مسويتها. هذه من سواها يا غلي ولد. قهوتك سامجه، القهوه اللي ما تبهر من الهي. مثل نادر يوم خبيث نسمها. اتعقب. هذه ما هي بقهوه عندي. ها؟ ايش ذا قهوه معك؟ ها؟ لانها ما اللي ما اجي لك ما تسمعها. من يوم عرفتك وانت كذا. ايه. علمنا علم الرجال اللي جاب لهم العاب ذا اليوم في البرنامج، من هو؟ ها؟ اقول صبح ذا اليوم. ايه. جابوا لهم العاب. لكن في رجال نمزق ثوبه. اللي راعي الخواضه. والله انه غدا ثوبه من اول الزحليقه لا واخلها. راعي الخواضه الله يصلح. إيه هذه التعليق عليه. راعي الخواضه الله يصلح. والعشيري ما شفته؟ العشيري والله من نشاط فيه. يذن صلاة العشاء. يذن صلاة العشاء ويقول الصلاة خير منه. إيه هذا التالي. ما إبليس عاد حي يلخبط بين. لا لا إنه قوم العرب كانوا رقود في كل قرنة في القرية. قال الصلاة خير منه وما ربهم يحثون على الصلاة. آه. دقوا لحيك. ليه؟ أصمقتني. إيه. والله ما ذا القهوة ما هي بزينة. لا تشربها جاك ما قد معنا الا ما قد حصل. نمشي الليلة. ها؟ اقول نمشي الليلة. وش اسمها كلمتهم؟ لا ايش؟ لا تسلمني. لا تسلم. إيه. يا الله ان الله يذكرهم بالخير. انا اخر علمي بهم يوم الاربعة وسبعين. الله الله. هذاك اخر علمي بهم يوم 74. مط انت تخبر الولد اللي معهم يرقد. من هو؟ انا واحد. متى يحس واحد من ما شاء الله عليه لسانه ما شاء الله اذا استوى. ما ندخل الفرن ولا ها؟ والله انا تسني انا. طيب صدق يعني متى مثل واحد يحس انه اذا مسك عقله. تمام.